قفزت أزمة النازحين السوريين في لبنان إلى الواجهة بقوة من باب الحديث عن التداعيات السلبية لوجود هؤلاء فوق الأراضي اللبنانية واتهام المجتمع الدولي بأنه لا يرغب في إعادة هؤلاء إلى بلادهم ولا يرغب أيضاً في مساعدة لبنان على تحمل عبء هذا النزوح. عدد النازحين السوريين في لبنان ليس محدداً بدقة، ومن تنطبق عليه صفة النازح غير محدد بدقة أيضاً، لسيما وأن بعض من يحملون هذه الصفة يذهبون إلى سوريا ويعودون منها، وبعضهم يمارس عملاً، فيفترض أن تنطبق عليه شروط الإقامة وعمل الأجانب في لبنان، ولكن الخوف الأكبر الذي يدور بين اللبنانيين هو من التغيير الديموغرافي الذي قد يصاب به لبنان جراء الوجود السوري هذا ونسبة الولادات المرتفعة، والتي ذكرت دراسات عديدة بأنها إن استمرت على هذا المنوال فقد تؤدي إلى أن يصبح عدد السوريين أكبر من عدد اللبنانيين. القصة لا تنتهي هنا، فالحديث أيضاً يدور عن مدخول مالي من الأمم المتحدة ومن جمعيات تعنى بشؤون النازحين يشجعهم على البقاء في لبنان وعدم العودة إلى بلادهم، حتى قيل أن اللبناني يتمنى أن يكون كالنازح السوري ليستفيد من المال والطبابة والتعليم وغيرها. أزمة النزوح السوري تستخدم في السياسة في لبنان أيضاً، ويتبادل المسؤولون اتهامات بمن ورط لبنان إلى هذه الدرجة فيها، ومن المؤكد أن الحل المنشود ليس لبنانياً بل هو إقليمي ودولي، ويبدو أنه وضع على نار خفيفة من خلال الانفتاح العربي على سوريا والطلب من الرئيس السوري بشار الأسد تأمين الأرضية المستقرة والآمنة والصالحة لعودة مواطنين لسوريا إلى قراهم وبلداتهم ومدنهم.